شاء الله غزوة سمعنا مر بي لطلال مداح، يعطيك العافية. جاهزة نسمع رأي اللجنة؟ يلا نبدأ مع أسماء. غزوة، أولا كل عام وانت بألف خير يا بنوتة، يا اللهم صلي على النبي بالتونسية، صح؟ أحسنتي، أعطيتينا شكل ثاني من الغناء الشرقي لأغنية خليجية لرائد من رواد الأغنية الخليجية والعربية أيضا القدير طلال مداح في تكريمه الليلة. احترمت فيك، ناطرة كنت مستنية في الأخير أنك تقفلي قفلة وتقولي لنا أنا ماي ايدنتيتي، أنا تونسية عاشقة للموسيقى في الوطن العربي، وأغنية طلال مداح يعني أنا غنيتها لكن هذه هويتي، والخلط كيعطي جمال، واللي عملتيه كان أكثر من رائع. حيك على أدائك الليلة، برافو.